بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الهيستولوجي والوراثة. أخباركم إيه سنة تانية؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير أنتوا أسركم وحبايبكم وأصحابكم وأصدقائكم، كل اللي تعرفوهم. يا رب دايما مطمنين عليكم وما تقلقوش، إن شاء الله بإذن الله هننجح وهنبقى شاطرين وهنبقى دكاترة زي الفل، وهتعدي الأزمة على خير، وهنتقابل إن شاء الله في المدرج، وهيكون لنا صولات وجولات وامتحانات. النهاردة بنبدأ محاضرة الجي اي تي أو مديول الجي اي تي، وأول محاضرة هتكون معانا هتكون عن الأورال كافيتي. وطبعا احنا هنسأل نفسنا احنا محتاجين الأورال كافيتي فيه. وقبل ما نجاوب هنشوف حبيبنا ده اللي عنده ألسر في الطنج بتاعه. ده معناه ايه؟ معناه ان الميوكس ميمبرين بتاعته بدأت تتأثر. وانا شلت الإبيثيليم او الديزيز بتاعي شال الإبيثيليم لحد ما وصل للبيزمنت تيمبرين، وبعدين نزل تحتيه للكونكتيف تيشو، فبانت الالسر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وصاحبتنا دي عندها السر في اللب نفس الكلام، وصاحبتنا دي بنتنا دي عندها السر في اللب برضو، يعني دي زي دي، وده عنده كوت التانج، التانج بتاعه متغطي بطبقه بيضة غريبه، اكيد عنده مشكله في الجي اي تي او عنده انفكشن. طب بس دي الاي دي اي علاقتها باللب؟ اه، ما انا لما جيت اشوف الانيميا بتاعت البنوتة دي او الابننا ده وابص على الانيميا بتاعته لقيتها حتى الوان على اللبس بتاعته، فاضطريت اروح اشوف الانيميا في الكونجنكتيف. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان اللب نقدر نشخص منها حاجات كتير، ومنها البالور من ضمنها، يعني البالور. علشان كده مهم أو ان احنا نعرف فكرة، نبقى عندنا فكرة عن اللب وفكرة عن الطنج. ده غير ان الطنج طبعا عليه الريسبتورز بتاعت السنسيشن، ودي مهمة جدا في الفسيولوجي بتاعنا. المحاضرة بتاعتنا هتتكون من جزئيتين، الجزئية الاولانية اللي هنقولها دلوقتي ودي العلاقة بالأورال كافيتي، والجزئية التانية في محاضرة تانية منفصلة ليها علاقة بالسليبري جلاندز والبنكرياس. اللي هناخده دلوقتي هو الأورال كافيتي. والأورال كافيتي زي ما احنا شايفين كله متبطن بميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين معناها ايه؟ معناها ابيثيليوم وتحتيه لامينا بروبريا. دي معنى كلمة ميوكس ممبرين. يبقى كلمة ميوكس ممبرين ايكوالز رقم واحد ابيثيليوم، رقم اتنين لامينا بروبريا. طب يا ترى الابيثيليوم بتاعي بيبقى سيمبل ولا ستراتيفايد حسب المكان اللي انا فيه؟ لو كنت في مكان فيه فريكشن يبقى لازم يكون ستراتيفايد. ليه؟ علشان الحاجة اللي بتعمل فريكشن دي اللي هي في الاورال كافيتي هيبقى الاكل. لو هو سيمبل يبقى هيطير الابيثيليوم بتاعي في اول مرة، وبعدين اروص مش لاقي ابيثيليوم، علشان كده لازم يكون استراتيفايد. يعني ايه استراتيفايد؟ يعني مور ذان وان لاير، وبيبقى في الاورال كافيتي بيبقى استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طب بيبقى كيراتينايزد ولا نان كيراتينايزد؟ الحقيقه موستلي نان كيراتينايزد، لكن احيانا يكون كيراتينايزد. طب ازاي يا دكتور كيراتينايزد وانت قايل لنا في المحاضره ان الكيراتينايزد بيبقى مع الدراي سيرفيس؟ الحقيقه هنا الكيراتينايزيشن بيجي نتيجه الماركت او الريبيتد او الهايلي ريبيتد فريكشن. علشان كده الاقي الكيراتينايزيشن فين؟ في الاماكن اللي الاكل الصلب بيخبط فيها. زي ايه؟ زي الجنجبه،
اللي هي الجم يعني بتاعت السنين، اللي هي اللثه بتاعت السنين، والهارد بلت فوق تو بروتكت علشان يعمل اللي علشان يحمي الميكوزا من الدمج. طيب ده بالنسبه للايبيثيليوم. يبقى الايبيثيليوم بتاع كيراتينايز ولا نان كيراتينايز؟ الغالب نان كيراتينايز، واحيانا يكون كيراتينايز. سهله قوي دي. يبقى الاقي الكيراتينايز دي فين؟ على الجينجيفا والهارد بلت، مكانين اتنين بس في بقي هما اللي بيبقى. لا، واحيانا يبقى في التانج برضه زي ما هناخد دلوقتي. اللامنا بروبريا موجود فيها سليفري جلانز، والسليفري جلانز بتبقى صغيره قوي وبتبقى كتير جدا، ممكن يبقى عندي 300 400 سليفري جلاند موجوده في البكال مكوزة. لو هنروح للب بقى بالتفصيل، هنلاقي اللب بتاعتنا بتتكون هيستولوجيكالي من 3 سيرفيسز. السيرفيس الاولاني اللي فيه الالسر ده الانر سيرفيس. السيرفيس الثاني اللي بره ده هو الاوتر سيرفيس. ما بين الاثنين فيه سيرفيس ثالث بنسميه الفري ريد مارجن، ودي اللي بيبقى لونها احمر وبقدر احدد منها درجه الانيميا لو كان المريض بتاعنا عنده انيميا. يبقى انا عندي كام سيرفيس للليب؟ 3 سيرفيسز. الاولاني خالص اللي فيه الهير ده بنسميه الاوتر سيرفيس، وده عباره عن سكن عادي جدا، مفيش فيه اي موديفيكيشن. يبقى كفرد بايه؟ بالسين سكن. يعني ايه سين سكن؟ يعني فيه هير فوليكل وسبيشيس جلاند وسويت جلاند، دي معنى كلمه هي سين سكن. لكن اللي جوه دي ميوكس ميمبرين. يعني ايه ميوكس ميمبرين؟ يعني ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم وتحتيه لامينا بروبريا. امال السيرفيس التالت ده ايه؟ ميوكس ميمبرين ولا سين سكن ولا بين البنين؟ لا الحقيقه هو بين البنين، بياخد من خصائص السكن وبياخد من خصائص الميوكس ميمبرين، عشان كده بنسميه موديفايد سكن. ايه الموديفيكيشن اللي فيه؟ هو كيراتينايز زي السكن، لكن الموديفيكيشن اللي فيه اللي ما فيش فيه هير فوليكل ولا فيه سبيشيس جلاند ولا سويت جلاند. يبقى نو هير فوليكل نو سبيشيس جلاند ولا سويت جلاند، لكن بيبقى هايلي فاسكولارايز. الابيثيليوم ولا اللامينا بروبريا؟ لا طبعا اللامينا بروبريا بتبقى هايلي فاسكولار، فتبان ريد. لو كانت بيل يبقى المريض بتاعنا عنده انيميا او عنده مشاكل تانية. لكن على اي حال دي الهيستولوجي بتاع اللب. يعني ايه الهيستولوجي بتاع اللب؟ خدت سيكشن في اللب، خدت سيكشن في اللب كده وبعدين جبتها كده وشفت فيها وشفتها تحت الشريحه، الاقي ايه؟ الاقي فيه هنا هير فوليكلز، يبقى ده الاوتر سيرفيس، يبقى اكيد ده الانر سيرفيس اللي هو ميوكس ميمبرين. وهنا كده هلاقي الهايلي فاسكولارايز سبيشال تايب اوف سين سكين اللي هو بيجمع خصائص الميوكس ميمبرين مع السين سكين. تيجوا نتكلم عن الطنج كلمتين عشان نخلص المحاضره بتاعتنا السهله البسيطه. الطنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن سترييتد ماسل باج. يعني ايه؟ يعني كمية كبيرة من الاسترييتد ماسل متغطية بميوكاس ممبرين. هو ده ملخص الطنج. يبقى هو عبارة عن استرييتد ماسل متغطية بميوكاس ممبرين. طب الاسترييتد ماسل دي في انهي اتجاه؟ في كل الاتجاهات. بتاخد 3 بلينز في كل الايه؟ في كل الاتجاهات. سيبريتد باي كونكتيف تيشو لايرز. الميوكس ميمبرين بتاعت الطنج بيبقى ليها لامينا بروبريا، واللامينا بروبريا بتبقى كونتينوس مع الكونكتيف تيشو اللي موجود في الاسترييتد من الاسترييتد ماسلز، وبالتالي بيبقى هايلي ادهرنت. هو مين اللي هايلي ادهرنت؟ الميوكس ميمبرين الهايلي ادهرنت للماسل لاير، يعني بيبقوا حاجه واحده اللي هي الماسل مع الميوكس ميمبرين. الطنج ليه دورسال سيرفيس اللي هو فوق ده، وليه فنترال سيرفيس. يبقى ليه دورسال سيرفيس وليه ايه؟ وليه فنترال سيرفيس. لو ابص على الفنترال سيرفيس الاقيه فيري سموث، لكن لو امشي صباعي على الاوت على الدورسال سيرفيس الاقيه رف. فلو هشوف الدورسال سيرفيس هلاقيه رف وكفرد باي بارشلي كيراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، وفي عدد كبير من البابيلي، وهو ده سر الرفنس
اللي ممكن احسه في التانج او الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج. يبقى بحس الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج رف ليه؟ لوجود اللينجوال بابيلي. يبقى ايه هي اللينجوال بابيلي؟ دي اللي هنعرفها بعد شويه. لكن تعالوا نشوف الدورسال سيرفيس من جوه، هنلاقي عليه في شيبد سالكس تيرمينالس. يعني في جروف موجود بيفصل الانتيريو تو ثيردز من البوستيريور وان ثيرد اوف ذا دورسال سيرفيس اوف ذا تانج. ده بنسميه ايه؟ بنسميه السالكس تيرمينالس. يبقى دي البوستيريور وان ثيرد ودي الانتيريور تو ثيردز. اما لو بصينا على الفنترال سيرفيس هنلاقيه سموث. ايه بقى حكايه اللينجوال بابيلي دي؟ اللينجوال بابيلي دي عباره عن بروجكشنز. ده عباره عن ايه؟ بروجكشنز بتطلع من الميوكس ممبرين ومعاها اللامنا بروبريا بتاعتها. يبقى اللامنا بروبريا بتطلع كده تزق معاها الميوكس ممبرين بتاعت التانج، تقوم تطلع لفوق كاكل كيعه طالعه فوق كده، اسميها انا بابيلا. يبقى دي عباره عن بروجكشن من الميوكس ممبرين، ليها سنترال كور من الكونكتيف تيشو اللي هو اللامنا بروبريا، يعني كفرد بايه؟ بالستراتيفايد سكويمس ايبيثيلي. عندي اربع انواع من البابيلي. الانواع دي حسب ايه؟ حسب الشكل. يبقى according للشيب اوف ذا بابيلي بقسمها الى اربع انواع. النوع الاولاني بسميه الفيلي فورم بابيلي، النوع الثاني الفانجي فورم بابيلي، سيركمفيليت بابيلي، واخر حاجه الفولييت بابيلي. يبقى انا عندي كام نوع من اللينجوال بابيلي؟ اربع انواع. النوع الاولاني فيلي فورم بابيلي، فانجي فورم بابيلي، سيركمفيليت بابيلي، اند فولييت بابيلي. الفيلي فورم بابيلي زي ما احنا شايفينه بسرعه شديده جدا بتبقى شكلها كونيكال ان شيب. واكتر حاجه اشوفها في التانك هي الفيلي فورم بابيلي، لكن بتتميز بايه؟ بان مفيش فيها تيست بادز. يبقى الفيلي فورم بابيلي دي لها فانكشن تانيه غير ان هي تعمل لي سنسيشن. بتبقى كفرد باي كيراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيلي. يبقى اقدر اقول ثلاث كلمات على الفيلي فورم بابيلي عشان الخص الحكايه. دي موست نيومرس، اكتر حاجه اقدر اشوفها، مفيش فيها تيست بادز، وكفرد باي كيراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. هي دي الفيلي فورم بابيلي كونيكال ان شيب، شايف التبس بتاعتها. لكن لو هنتكلم عن الفانجي فورم بابيلي بتبقى ليس ان نمبر عن مين؟ عن الفيلي فورم بابيلي، وبتبقى مشروم ان شيب. بيبقى شكلها ايه؟ شكلها مشروم ان شيب، وبيبقى عددها اقل، وكفرد باي نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. فيها تيست بادز، فيها عدد قليل من التيست بادز. يبقى هي عددها اقل والتيست بادز فيها اقل. الشكل بتاعها مشروم ان شيب، وبتبقى كفرد باي نون كيراتينايز ستراتيفايد ايبيثيليوم. دي اللي هي الفانجي فورم بابيلي. اما السيركمفيليت بابيلي بتتميز بايه؟ رقم واحد ان العدد بتاعها محدود، اللي هو من 7 ل 12 بابيلي. موجوده فين؟ موجوده على البي شيب سالكاس تيرمينالس. فيها تيست بادز، فيها تيست بادز. يبقى هي اللارجست، العدد بتاعها معروف، وموجوده فين؟ على البي شيب سالكاس تيرمينالس. بتبقى عامله زي الدوم شيب اكستندنج اباف ذا اذر بابيلي. هي دي السيركمفيليت بابيلي. هلاحظ ان السيركمفيليت بابيلي دايما ريليتد لجلاندز. الجلاندز دي بتبقى سيرس جلاندز. يعني ايه؟ يعني في هنا سليفري جلاندز، سيرس سليفري جلاندز، دايما ريليتد بالسيركمفيليت بابيلي. علشان كده بنقول فيه نيومرس تيست بادز وسراوندد بجروف. لو احنا هنشوف كده هنلاقي فيه هنا ايه؟ جروف. هذا الجروف بيفتح فيه سيكريتوري ووتري سيكريتوري جلانس. يعني ايه؟ يعني سليفري جلانس. بيفتح فيه ايه؟ سليفري جلانس. السليفري جلانس فايدتها هنا ايه؟ ان هي بتعمل ووتري سيكريشن. هذا الووتري سيكريشن بيدوب لي التست ماتيريالز، الحاجات اللي انا باكلها اللي انا عايز ادوقها، وبالتالي بيحسن لي اداء التست بادز، وفي نفس الوقت ما بيخليش الاوبننجز بتاعت التست بادز دي تتقفل، فبيشيل الريمننس اوف ذا فود. يبقى ده الفانكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الفون ابنرز جلاندز. يبقى الجلاندز دي بسميها فون ابنرز جلاندز، ودي عباره عن سيرس جلاندز.
بتعمل ووتر سيكريشن، فايدته ان هو يدوب لي الماتيريالز اللي انا بدوق من بهدفين، الهدف الاول ان انا ادوق كويس، الهدف الثاني ان هو ما يخليش التست باز بتاعتي تتقفل، وده بيساعدني كتير قوي في عمليه التيرن اوفر اوف تيست باز. اخر حاجه هنشوفها هي ايه؟ الفوليات بابيلي. وفي الفوليات بابيلي هنقول ان هي بتبقى بور، او في الغالب مش موجوده في الهيومن بانك، لكن بنشوفها في الرابت بانك. يبقى البابيلا فولياتها بنشوفها فين؟ في الرابت بانك. امال بندرسها ليه؟ على ان هي ممكن تكون موجوده في الانسان لكن قليله. بتتميز بايه الفوليات بابيلي؟ طبعا في الرابت بانك النيومرس بتبقى كتيره، في الهيومن بتبقى بورلي ديفلوب. الحاجة التانية فيها عدد كبير من التست بادز، وعلى اللاتر سيرفيس كده على اللاتر بوردر بتاعها الاقي عدد كبير من التست بادز موجودة على الدورز واللاتر سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الرابت. بتبقى عبارة عن بارلل ريدجز اند جروفز، ريدج طالعة كده وجروف نازلة، ريدج طالعة وجروف نازلة، فيها تست بادز على اللاترال بوردر. دي اللي هي الفوليات بابيلي او البابيلا فوليات. التست بادز دي عباره عن نيورو ايبيثيليوم. واحنا قلنا يعني ايه نيورو ايبيثيليوم؟ قلنا ان هو ايبيثيليوم بيشتغل شغلانه جديده غير شغلانته الاصليه. ايه شغلانته الاصليه؟ ان هو يبقى كفرنج تيشو، لكن هنا بيشتغل في السنسيشن، فبنسميه نيورو ايبيثيليوم. موجوده فين التست بادز؟ مينلي على الطنج، لكن احيانا تبقى موجوده في السوفت بلات والفارنكس، وهي على البوستيريور سيرفيس اوف ذا ايبيجلوتس. بيبقى في الانسان حوالي 3000 تيست بادز. لاحظ ان التيست بادز بتاخد كل السيكنس بتاع الابيثيليوم او الميوكاس ممبرين، مش بتكلم عن اللاملا بروبري، انا بتكلم عن الابيثيليوم بس. تيست بادز اكيوباي اول ذا سيكنس اوف ذا ايبيثيليوم، بتبقى شكلها بيل جوه الابيثيليوم. لو انا بتفرج على سيكشن متحضر بالهيماتوكسيلين واليوسين، هلاقي في التست بادز دي 3 تايبز اوف سيلز. الخليه الاولانيه بسميها جاستاتوري سيل او نيورو ايثيليال سيل او سنسوري سيل، اللي هي لونها ايه؟ اللي هي لونها فاتح دي. والنوع الثاني اللي هو السبورتنج سيلز، ودي اللي هو قاعده جنبها عامله لها سبورت. والنوع الثالث هو البيزل سيل او الستيم سيل. يبقى انا عندي كام نوع من الخلايا في التست بادز الواحده؟ 3 انواع. النوع الاولاني بنسميه جاستاتوري، النوع الثاني بنسميه سبورتنج، النوع الثالث بنسميه ستيم سيل او بيزل سيل. لو هنتكلم عن الجاستاتوري او النيورو ايبيثيليال سيل او السنسوري سيل، ده عباره عن ايبيثيليال سيل عاديه خالص لكن بتكبر وترتبط بنيرف اندنج، والاثنين مع بعض يشتغلوا كريسبتورز. بتبقى بريفرالي موجودة، لكن بتبقى احيانا موجودة في السنتر، يبقى موجودة في البريفر زي ما احنا شايفين كده، عاملة زي البصلة كده. لكن لو دخلت جوه برضو هلاقي ايه؟ هلاقي من الخلية دي انواع موجود جوه، من النوع ده من الخلية موجود في السنتر بتاع البصلاية دي. يبقى السيتوبلازم بتاع الابيكال سيتوبلازم بيبقى فيه سنسوري ماتيريال، وكمان موجود فيه مايكروفيلاي، ما هي مش ناسية اصلها، بتشتغل ابيثيليوم وبالتالي هتعمل ابسوربشن، صح؟ لان انا علشان اعمل سنسيشن اعمل تيست سنسيشن فور سيرتن ماتيريال، الاول اعمل لها ايه؟ اعمل لها ابسوربشن. لكن بتتميز بان هي بتعمل تايت جانكشن بينها وبين بعضها، وتايت جانكشن بينها وبين السبورتنج سيل. التيرن اوفر بتاعها 10 ايام، يعني كل 10 ايام بتتغير السيلز دي ويجي مكانها. زي ما احنا شايفين تيست باد، ودي التيست بور، موجود هنا المايكروفيلاي بتاعه السنسوري سيل او الجاستاتوري سيل. يبقى ادور على السنسوري سيل او الجاستاتوري سيل، اهي الخليه الطويله دي واللي تنتهي هنا المايكروفيلاي، اللي بينها وطويله دي هي السبورتنج سيل، اللي تحت دي هي البيزل سيل او الستيم سيل. يبقى السبورتنج سيل والستيم سيل شفناهم على السلايد بتاعتنا كويس وعرفناهم. تعالوا بقى نلخص الموضوع ونقول ان احنا عندنا كام نوع من انواع البابيلي. 4 فيليفورم بابيلي، فانج فورم، سيركمفيليت، والفوليات بابيلي. لسه طبعا فاكرين الكلام. لو هنتكلم عن السايد دي موجوده على الدورسال سيرفيس اللي هي الفيليفورم، بتبقى كتير قوي هنا على الدورسال سيرفيس بتاع الطنج. الفانج فورم بتبقى بين الفيليفورم. السيركمفيليت ديستريبيوتد على البي شيب دي بس. الفوليات مش موجوده في الهيوم، يبقى سهل قوي السايد. الشيب من الكلمه فيليفورم هتبقى كونيكال ان شيب، فانج فورم هتبقى مشروم ان شيب، سيركمفيليت هتبقى
سيركمفيلي فوليه بتبقى ريجز واي وفورس. النمبر اكتر حاجه اشوفها مين هي الفيليفورم، اقل واحده اشوفها مين الفوليه بابل، اللي اقدر اعدها مين السيركمفيلي بابل، اللي اقل شويه مين الفانجيفورم بابل. التست بادز اكتر واحده فيهم تست بادز اللي هي مين الفوليه بابل، بس مش في هيومن، يبقى في الهيومن السيركمفيلي بابل. اللي ما فيش فيها تست بادز خالص هي مين، هي الفيليفورم بابل، الفانجي فورم فيها عدد قليل. كلهم كفرد باي نان كراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابسيليا فيما عدا الفيليفورم بابل اللي بتبقى كفرد باي كراتينايز ستراتيفايد ابسيليا. يبقى الجدول ده مع التست بادز مع تعريف الميوكاس امبرين والاستراكشر اوف الميوكاس امبرين، يبقى انا كده خلصت الاورال كافيتي في 5 دقائق مذاكره. اخر بقول لكم نشوفكم على خير في الجزء الثاني من المحاضرة اللي هنتكلم فيه عن السليبري جلاند البنكرياس، وده الجزء الأول عشان ما نقولش فيهم محاضرتين، لأ محاضرة واحدة متقسمين جزئين عشان اليوتيوب. الجزء الأولاني اتكلمنا فيه عن الأورال كافيتي، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن السليبري جلاند ومعاهم البنكرياس. شكرا جزيلا ونتقابل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.